نشوف ايه اللي يميزه عن غيره من الاعواد. كل الاعواد اللي هنا شكل واحد، وفي اعواد تاني الجزء التاني شكل واحد، بس خلينا نسمع الصوت ده بتاع العود ده. ليه العود ده عود مثالي بالمرة؟ العود ده عود جديد by the way as you see. ظهره بالشكل ده، very simple. شايفين العود اللي ورايا ده اللي هو ده أول عود من أعوادي اللي اشتغلت بيهم لمدة 10 سنين على المسارح وعلى الشغل وكده. العود ما تغيرش بالمرة، يعني صوته ولا بأوحش ولا بأحلى، يعني العود كما هو، صوته زي ما هو، وده اللي بيمثل العود الجيد. العود الجيد بيبقى موجود طول العمر، صوته واحد ولا بيتغير ولا كده. دايما في شائعة بتطلع على العود قديم ان هو الاحلى او كده، ده مش سليم، مش كلام صح ابدا، لان العود مع مر السنين هو واحد. دايما بيجاملوا بعض، كانوا زمان خالص لما قبل التسجيلات وكده، ان العود الاقدم هو الاحلى وكده، بس ده مش حقيقي. العود بيبقى موجود، العود الجيد جدا بيبقى موجود طول الوقت، صوته واحد. وده اللي بيميز العواد دي، علشان كده بنقدم في عود instrument.com. العود الأجود والعود الأمثل هو العود ده. بيسموا العود ده أحيانا العود العراقي أو العود soloist عود، لأن في البريدج ده متغير، بس مش لأني بس البريدج ده، لأن البريدج ده ممكن يبقى موجود، بس لأنه هو كله على بعض عود صح، ده السبب إن العود ده هو العود الأمثل، إنه كله على بعضه كده عود صح. من مسكتنا لحجم العود نفسه، من صوته، من الرنين بتاعه. خلينا نجرب شوية تيونينج هنا. Let's see how the tuning works. Okay, in the tuning here أول واحد بيبقى فا، العود الجايد بتلاقي التيونر، أنا معلش عشان بتكلم فالتيونر قاعد بيتحرك، لكن اهو انا مخلي العود كله صامت، فالهو التيونر بس بيسمعني انا عشان كده بيتحرك. لكن خليني اسكت وخلينا نسمع العود كمان مرة، وخلينا نشوف درجة جمال العود ده هيبان في التيونر. ثانية واحدة كده اهو، النغمة هنا نغمة فا حرة وصريحة على التيونر، لان التيونر ما بيعملش كده right، ما بيتحركش كل مره زي ما بيتحرك دلوقتي، حالا بيتحرك دلوقتي عشان انا بتكلم right، بس لما العود بيتكلم بيبقى مستقيم كده. لما العود يبقى مستقيم بالشكل ده يبقى العود perfect، لان في عواد تلاقيها زي الناس كده، لما تيجي تتكلم تلاقي التيونر عامل رايح جاي كده على كل النغمات. لما بيحصل كده ان التيونر بيسمع كذا درجه من النغمات مع بعض، فلما بيجي يسمع كذا نغمه ده معناه ان العود نفسه في مشكلة right. Again العود التيونر هنا بيتحرك لاني انا اللي بتكلم مش العود. خلينا نشوف العود لما يتكلم، العود مستقر او التيونر مستقر وبيدينا صوت ممتاز ازاي. هنا هو فا ثابت، جي سول
كده العود كله صوت ممتاز. لو حبيتوا لو حبيت تشتري العود ده ادخل على عود instrument.com وممكن تتقابل معايا عبر السكايب او زوم ونسمع العود الاجود ونقدمه لك. اهلا بيكم. I bought this oud from Rami back in before he even opened oudinstrument.com. Almost 7 or 8 years ago. It's one of the best ouds I've ever owned. I've owned a few before. It has magnificent sound and, you know, haven't deteriorated at all throughout the years I've been using. Okay. I am new to playing oud, and my very first oud I bought with no experience. I didn't know what I was doing. I didn't know what it should sound like. I just walked in a store and bought one that looked pretty. But after like four months of playing it, Rami convinced me I needed a better oud. And I tried one of the ones on his website. And now at the beginning, I hated it. And he knows I hated it, but I stuck with it. I put my old oud away and this became my new love. It was really the tuning pegs are really nice. Because I remember when I bought my first oud, and it wasn't from Oud Instrument, that I kind of like for a new oud buyer, it's the tuning pegs can be really frustrating because like I had to put baby powder and I couldn't get them to stay in place and stuff like that. And he introduced me to this beautiful piece of instrument, which was shipped from Egypt by DHL, and the service was door to door. And I've had this for a few months, and it's an amazing instrument. And the sound comes out very nice. And I have been enjoying playing this for the last few months. It's good. Like, I think that's why, like, the iOud is important for anybody that's interested into composing or even just like stage performances. أنا كان عندي عود سنة 2018 أو ما أدري متى بس كمقاييس العود هذا وايد مقاساته وايد قريبة، نوتاته وايد قريبة من بعض. غير عن عود القديم، العود القديم كان صعب شوي منازل خاصة بالسبع الرابع، بس العود صراحة يسهل وايد وايد وايد، فمقاساته جميلة.